السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم على قصص الاستماع في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد. القصة الثالثة هي قصة الاستماع معانا اختراع عجيب. واحنا عايزين نتفق مع بعض زي ما احنا قلنا ان مكونات القصة لابد يكون فيها شخصيات وفيها زمان وفيها مكان وفيها احداث بداية القصة وفي المشكلة وفي احداث النهاية وهي حل المشكلة. بداية القصة، عنوان القصة معانا هو اختراع عجيب. اختراع عجيب. أعلنت المدرسة عن إقامة معرض للعلوم، وعلى كل تلميذ بالصف الثالث الابتدائي أن يقدم نموذج لاختراع مبتكر ويأمل أن ينفذه في المستقبل. تحمس ماجد للفكرة كثيرا، فهو يحب الاختراع ويحلم بأن يكون أو يصبح أو يصير مخترعا يوما ما. يبقى احنا هنا أول الشخصيات اللي معانا ماجد، وان هو كان بيحلم دائما ان هو يكون مخترع. ولما اعلنت المدرسة عن اقامة معرض للعلوم، فكل طالب المفروض يعمل اختراع او ابتكار، فهو علشان نفسه يبقى مخترع فلابد يكون اختراعه او ابتكاره او النموذج اللي هيقدمه من احسن النماذج، لان دي من موهبته او من الحاجات اللي هو بيحبها. هو بيحب الاختراعات. أخذ ماجد يفكر محدثا نفسه، هل أجهز نموذج لإنسان آلي يؤدي كل مهام الإنسان، أم لآلة تنظف البيت وتساعد الأم وتخفف العبء عليها، أم ماذا عسي أن أصنع؟ هو هنا بيسأل نفسه، أعمل إيه؟ أعمل إنسان آلي يؤدي كل مهام الإنسان، أم أعمل آلة أو إنسان آلي بينظف البيت ويساعد الأم بين عبء أو الأحمال أو الثقل اللي بيكون عليها؟ جلس يفكر وكان منشغل البال، وفجأة دخلت عليه أخته فقطعت تفكيره. يبقى من شخصيات القصة معانا هيظهر معانا مين؟ أخته اللي هتظهر معانا في القصة. فقطعت تفكيره قائلة، يا ماجد لقد رأيت في منامي أنني صرت شابة وأعمل معلمة وأستخدم أدوات مبتكرة غير القلم والسبورة. ثم استيقظت وتمنيت أن يتحقق حلمي وأن أرى شكلي وشكل العالم من حولي بعد 20 عاما. وضحك معا على هذا الحلم الغريب. بس الحلم كان بالنسبة لأخته كان حلم، وهي فرحانة اللي هي بتحلم ان هي مدرسة بعد 20 سنة، وان هي بتستخدم ادوات غير مستخدمة. احنا عارفين المدرسين او المعلمين بيستخدموا القلم والسبورة، هي بقى في حلمها ان هي بتستخدم ادوات مبتكره جديده لسه محدش استحدثها. تمام. وهي كانت بتحكي له الحلم وهي فرحانه، لكن هو عشان مخترع وعلشان هو بيفكر او مشغول تفكيره بالاختراع اللي هو عايز يقدمه للمدرسه، فهيحقق من كلام اخته جيدا. الا انه صحى فجاه وجدتها آلة الزمن. تعجبت اخته حبيبه، واحنا هنا كده عرفنا في القصه ان الشخصيه الثانيه هي اخته اسمها حبيبه. يبقى عندنا ماجد وعندنا حبيبه. وسالته، ماذا تعني آلة الزمن؟ انا لا افهم شيئا. أجابها ماجد، سأتقدم بنموذج اختراع آلة الزمن في المعرض، فهي آلة يسجل فيها الإنسان العام الذي يريد الذهاب إليه. يبقى آلة الزمن احنا شفنا كمان في أفلام كتيرة بتوضح لنا آلة الزمن اللي أنا أسبق العالم مثلا 20 سنة قدام، أو أتأخر أرجع ورا 20 سنة قبل ما تولد أشوف ماما كان شكلها إيه وهي صغيرة أو بابا أو كده. يبقى احنا شفناها على هيئة أفلام. فهو بيقول لها اختراع آلة الزمن دي اللي هتوريكي يسجل الانسان العام اللي هو عايز يكون فيه، سواء عام ماضي او عام مستقبل، يعني سواء كمان في السنوات القادمه او السنوات السابقه. ثم يدخل بها وينطلق مباشره للعام الذي حدده. انبهرت حبيبه وقالت، ما اجمله يا ماجد، هذا اختراع عظيم، كم اتمنى ان يخترعها احد واتمنى ان استخدمها، حيث اريد العوده الى الماضي لكي ارى اجدادي واحلم برؤيه المستقبل ايضا. هي نفسها ترجع للماضي عشان تشوف اجدادها، ونفسها تذهب للمستقبل عشان تشوف مستقبلها او هتكون في المستقبل. ساخترعها عندما اكبر، لكنني الان ساقوم بعمل نموذج توضيحي لها. هو بيقول لها اما اكبر هاخترعها، لان هو عايز يقدم نموذج تقريبي للاختراع اللي هو عايز يعمله، لكن طبعا هو صغير في السن فمش هيقدر يعمل النموذج الحقيقي. فهو بيقول لها هعمل نموذج توضيحي للفكره بتاعتي.
هل تريدين مساعدتي؟ ردت حبيبه: بالطبع يا ناجي ساساعدك. وهنا بيورينا الاخوات ازاي يساعدوا بعضهم، وهنا حبيبه هتساعد اخوها ماجد: ساساعدك في عمل هذا النموذج، وساكون بجانبك لتحقيق هدفك في المستقبل. احتضن ماجد اخته شاكرا لها وبدا معا في العمل. بدات تساعد اخته في النموذج بتاع اله الزمن. قام بتقديم النموذج، بدأ برسمه على ورق يتخيلان فيها شكلها وإجراءها، ثم أحضر الأدوات المناسبة من كرتون. طبعا إيه هيستخدم؟ إيه هيستخدم؟ كرتون، هيستخدم زجاجات قديمة، هيستخدم ألوان. فدي الحاجات الموجودة أو الحاجات المستهلكة اللي إحنا بنرميها. هو هنا برضو بيوريكي اللي هو الحاجات المستهلكة إزاي يعمل منها حاجة أو يستفاد منها، وهو هنا هيعمل نموذج توضيحي اللي قالت الزمن. فالادوات اللي استخدموها جابوا كرتون والواح وزجاجات والوان. كان عملا شاقا ومرهقا ويحتاج الى صبر ومثابره. صبر ومثابره يعني هفضل اصبر واداول الشيء لغايه اوصل للهدف اللي انا عايزه. حتى تحقق استغرق منهم 5 ايام حتى ينفذ نموذج لهذه الاله. اذا كانت اله كبيره تتسع لشخص، هو متخيلها ان لازم الشخص يخش جوه هذه الاله، فلازم يعمل الاله دي تكون كبيره قوي ويستطيع الشخص يدخل جواها، يعني هتكون كرتونه كبيره قوي يدخل الشخص جواها، ومزوده بازرار وشاشات. يعني الازرار دي عشان اعمل السنه اللي انا عايزها. مثلا احنا دلوقتي في 2021، انا عايزه 10 سنين ورا، هعملها في 2011، يبقى هنزل بالزراير ل 2011. عايزه ازود للمستقبل، اطلع بالزراير، يبقى هو يعملها على هيئه زي كرتونه كبيره عشان تتسع لدخول الشخص، ومزوده بازرار وشاشات وارقام لتحديد العام اللي انا عايزه اذهب اليه. فهي قالت الزمن بقى لان في السنوات القادمه او السنوات اللاحقه، فلازم بقى اكتب الزمن، يبقى لازم يكون فيها زراير. فقام بتصميم النموذج وكانها اله حقيقيه. او استغرقوا الوقت قد ايه؟ 5 ايام. في يوم المعرض حضر الاهالي والمعلمون والتلاميذ، واستعرض كل من التلاميذ اختراعه، وفاز ماجد باحسن فكره اختراع، حيث انبهر الجميع بعمله وتمنى له مزيد من التفوق والنجاح. يبقى هو فاز باحسن اختراع، لان هم اخته اولا العمل هنا اللي عملوه كان في مشاركه من اخته ساعدته، واستخدموا الادوات المستهلكه، وافكروا صح ان هم ازاي الاله دي تستوعب شخص، والاضرار اللي هم اللي عملوها علشان تنقل لهم السنوات بتاعه اله الزمن سواء سابقه او لاحقه، هم عملوها تقريبا بشكل توضيحي واضح، وهو فاز باحسن اختراع وانبهر الجميع بيه. وهو فعلا كده بدايه لمخترع عظيم في المستقبل ان شاء الله. وبقى هنا زي ما عرفنا ان الشخصيات اللي معانا في القصه، في قصه اختراع عجيب، ماجد وحبيبه والاهالي والمعلمون والتلاميذ. المعلمون والتلاميذ هيظهروا في الاخر لان هم هيشجعوا الفكره، وهيفوز ماجد بالفكره. الزمان كانت في وقت من اوقات المدرسه، لما المدرسه اعلنت عن وجود معرض للاختراعات. المكان في البيت لانهم هم عملوا الاختراع في البيت، وفي المدرسه لانهم قدموا الاختراع في المدرسه. احداث البدايه ان المدرسه اعلنت عن اقامه معرض للعلوم. احداث الوسط ان هو كان قاعد بيفكر وعايز يعمل اختراع وعايز يكسب بالمسابقه ويفوز، وان اخته هي عرضت له الفكره بطريقه غير مباشره لما حلمت ان هي في المستقبل معلمه وبتستخدم ادوات غير الادوات الموجوده الان. وهي كده بدات له ببدايه الاختراع او اديته الفكره. احداث ان هو فاز بالاختراع بتاعه اللي هو اختراع آلة الزمن. ودي كده القصة بتاعتنا في قصة الاستماع الثالثة، وان شاء الله انتظروني في باقي القصص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.